احنا كمصريين هويتنا ايه؟ هويتنا مصرية. مصرية عربية ولا مصرية افريقية ما ولا مصرية؟ هو هنا، هو هنا الكلام. يعني ايه هوية الاول؟ مش كده؟ صح. عشان نقدر نقول احنا ايه بالظبط. فالاول نعرف يعني ايه الهوية. الهوية يعني انا مين؟ يعني الهوية من هو بالانجليزي، هو بالعربي، والجدر اللغوي بتاعهم هما الاثنين حاجة في مصر القديمة اسمها الحو. اي حاجة شيء يعني، لو في الكتاب بتاعي الصورة دي يمكن مش عارف نقدر نجيبها ولا ايه. المهم اي حاجة بتتحط فوق دماغ اي تمثال من التماثيل بتاع مصر القديمة، الحاجة اللي فوق دي ايا كانت، يعني مثلا ازيس فوق راسها، فوق راسها ايه؟ تاج. تاج. لا، ازيس ست مقعد يعني. كرسي. كويس. وهو ده اسمها ست. المقعد احنا عارفين اسمه مقعد او كرسي، لكن الحاجة نفسها اسمها ايه؟ حو. يعني يبقى كرسي، يبقى صقر، يبقى بقرة، يبقى قرون، يبقى تاج، يبقى ايا كان الحاجة اللي بتتشال فوق الراس اسمها ايه؟ حو. وبالتالي تبقى الحو دي هي اللي بتبين الشخصية. انا ابص كده الاقي صقر، اعرف ان ده حورس. ابص الاقي قرنين وجواهم شمس، تبقى دي حتحور. الاقي شمس بس، يبقى ده رع. وهكذا. يبقى الحو هي الحاجة اللي بتقول انا مين او ده مين. ده رقم واحد، مش كده؟ فده معنى كلمة هوية. ده هوية. الجدر اللغوي بتاعها مصري قديم. كويس؟ هي. من البداية. هنفرق بقى ايه بين الهوية وبين الثقافة. الهوية فيها حاجات كتيرة جدا. يعني أنا بفترض إن أول وأهم حاجة في الهوية اللغة. لأن حضرتك وحضراتكم ما التليفون بيضرب، ألوه، بنسمع صوت، نعرف ده ماما، ده بابا، ده أخويا، ده أختي، ده صاحبي، إلى آخره، من مجرد الصوت. يبقى الصوت هو الإعلان الأول عن الهوية. وفي مثال تاني، لو حضراتكم كده وخاصة الشباب قاعدين في نيويورك ونفس الهدوم الكاجوال اللي انتوا لابسينها دي، وحد داخل عليكم اتحدى، وانتوا قاعدين بقى في حته تانية خالص مش مصري، ويعني ما ظهرش حاجه تقول انتوا مين، محدش هيعرف جنسيتنا ايه، هتبقوا ارجنتينيين، مكسيكيين، اسبان، ايرانيين، اتراك، جزائريين، مغاربه، مصريين، سعوديين، ايرانيين، افغان. يعني مشكلة في اللبس يا دكتور؟ لا، يعني أقصد إن الشكل واللبس مش هو اللي بيحدد الهوية، مش هم رقم واحد في الهوية، هم جزء من الهوية. أنا افتكرت إحنا نرجع نلبس جلاليب بقى عشان الناس تعرفنا. طيب لا لا أنا 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 لا أنا كان قصدي حاجة تانية. قصدي إنه مهما اختلفت الأشكال، اللغة هي اللي بتحدد. مجرد ما حضرتك هتقول لها كويس كده، أي حد سمعك كلمة كويس أو إزيك مصر. اللي هو الكلام الخاص بالمصري، كأنك حضرتك خلاص طلعت. أيوة فهمت حضرتك. الباسبور. تمام. أيوة. بس هذا يبقى إذن اللغة هي عنوان الهوية. بس ده مهم. ده رقم واحد. مهم إن إحنا نعرفه. مهم طبعا. يعني يهمنا في إيه؟ يعني في حاجات كتير قوي في الحياة كشباب مشغولين بيها. إيه اللي يخلينا نفكر بقى إحنا منين وجايين منين وأصلنا إيه؟ شوف حضرتك، في بلدين كبار قوي في الكون انضربوا وطحنوا وتسووا بالأرض، اليابان في الشرق وألمانيا في الغرب. اللي قوم البلدين دول بس، في بلاد تانية طحنت نفس الطحنة وقعدت سنين ما رجعتش لغاية دلوقتي. كويس. الفرق ان الاتنين هنا ان في حاجة اسمها سؤال الهوية مصحصح. وهو حضرتك تفتكر انه احنا عشان دولة من عالم التالت، يبقى بالتالي العالم المتقدم ما بيهموش حكاية الهوية، احنا بس عشان عفوا المتخلفين وفي دل القايمة احنا بس اللي بندور على الحاجات القديمة. لا ابدا. فاز امريكا من ضربت. شوفوا امريكا دي من كل شكل ولون وعدد القوميات اللي فيها. وافتكروا بقى دلوقتي في حاجة، في فرق بين القومية وبين الهوية وبين الثقافة وبين الشخصية. كل حاجة من دي لها تعريف، يعني مش مجرد الفاظ احنا بنقولها كده وخلاص وكل حاجة مكان التانية. لا،
وبالتالي لما نيجي برضو عند كتاب أستاذنا وصديق الله يرحمه الدكتور ميلاد حنة، عندي تحفظ صغير على الحتة دي. أقصد بقى أنه في أمريكا في العز ده، والناس اللي هم من قوميات وعروق وأشكال ومن كل لون يا بطستة، ساعة ما انضربت أمريكا وساعة ما حصلت الأحداث دي، كل دول طلعوا رافعين العلم الأمريكي. العلم رمز للهوية، النشيد رمز للهوية، الأسامي رمز للهوية. الناس اللي بتسمي نفسها محمد وأحمد ومحمود ومش عارف إيه، ما دي هوية دينية. والناس اللي بتسمي نفسهم جرجس وبطرس ومش عارف إيه، هوية دينية. خلاص، إذن الهوية مهمة، والهوية اللي قومت ألمانيا واليابان لو ما عندهمش هوية واضحة، والمواطن الألماني أو الياباني يعني كان عنده الجواب عن سؤال الهوية، لا كانت دي نهضت ولا دي نهضت.